من الهندسة للاستوديو. الكثير من الناس تسمع تنفيذ على البحر، إخراج على البحر، واسمك يتردد كثير. يا ترى إيش سر حبك لإذاعة قطر أبو جبر؟ أول شيء كل سنة وانتم طيبين. من طيب الله يعيد علينا هذه الذكرى كل سنة إن شاء الله وإحنا بخير. آمين. طبعا أي إنسان يحب شغلة يبدع فيه، وهذه سر نجاحي يمكن أنا الوحيد. أنا أحب الإذاعة وأحب يعني أنا أثناء فراغي أي لسه منتج فواصل وأجهز أموري وأجهز كل حاجة، يجي فواز بإشارة حاضر موجودة، فهذا يعطي انطباع للشخص أنه هذا يرس يشتغل صح. تين أنت تبين إشارة موجود، تبين فاصل موسيقي معين موجود. فالحمد لله أنا عندي مكتبة زاهرة أيضا بالإضافة إلى المكتبات الأخرى مالت الإذاعة، مكتبتي الخاصة فيها كل حاجة الحمد لله. نعم، وشيء الجميل أخ فواز وأختي عايشة، يمكن طبعا أنتوا الزميل على البحر أخرج لكم كثير من البرامج، أنقذ لنا مواقف كثيرة في آخر لحظة. ويمكن أنا أكثر برامجي كنت على الهواء وكنت أحب يشتغل معاي يمكن من نظرة المذيع، وهو يفهم المذيع إيش يبي. صحيح، يعني حين يبي فاصل، يبي أغنية، يبي شيء في موقف، في على طول ينقذ الموقف اللي أنا سويت برنامجين. نعم. مؤخراً مش نعم. قديماً. حصلوا على جوائز. نعم. وعلي البحر ما حصل على الجائزة علما بأنه هو المخرج للبرنامج. أنا كيف من هذا اللقاء أنا حقيقة أتقاسم أنا وهو هذه الجائزة. إحنا عادة بركان أنا والله أحب الناس يجائزي. نعم بالفعل المستمعين، يعني إحنا نأخذ شهاداتنا وجوائزنا من السادة المستمعين، يعني يكفينا فخر واعتزاز وسعادة لما أنت تخلص برنامجك وزميل البحر ينفذ البرنامج ويخرجه ويخلصه، وزميلة عايشة وأنا وغيرنا نلاقي يعني تنا كمية من الاتصالات، أو وين ما نروح نلاقي إشادة من المستمعين، هذه بروحة شهادة بالفعل. نعم. من الناس والسادة المستمعين. طيب طيب أبو جبر، يعني أكيد كم سنة أول شيء صار لك في إذاعة قطر؟ مسك الخشب أول شيء. مسكنا الخشب. أنا من 74. من 74 ما شاء الله. أنا تثبت 74 بس أنا كنت أداوم سنة 73. هو علي الطخ وأنت علي شي الحساب. كم حساب كم سنة؟ أنا يعني من 74 للحين كم؟ يعني 35 سنة. 35 سنة. إيه، لأن 73 أنا داومت بس تعينت في 74. ما شاء الله، يعني معظمكم دخلتوا الإذاعة يمكن قبل ما أنولد تقريبا، أو تكنت في المهد. تقدر أقول شيء. وإن شاء الله يعني عمر طويل ونسمع إلى أصواتكم طيلة السنوات الجاية. الله ما يحرمنا من سماع أصواتكم ولا يحرمنا من أصابعك الذهبية، ما لنا غنى عنهم. يعني أول ما دشيت الإذاعة مع فترة عاشة حسن الأخ خالد الله يعطيه الصحة والعافية، كانت ما شاء الله عليها ذاك الجمال، يعني شو اقول، ما اقدر اوصف الزميله عايشه. يعني اللي عجبني فيها هدوءها التام، يعني من ذاك السنه من ذاك السنه الهدوء لحد الان ما تغير. نعم بالفعل يعني يمكن معظم من المذيعين انت مريت بهالمواقف. احب اضيف معلومه بالنسبه للزميل علي البحر، بس هو مو مهندس صوت فقط، كنت اسجل الاسره، ولين طلعت هو يخطط أيضا رسام وخطاط تشكيلي وخطط جدا. يعطيني صورتي عند الميكروفون. هذا قبل مخالد، ولكن الحين حتى من يومين وأنا أشوفه يرسم مجموعة من الزملاء المحررين في الأخبار، يعني لو تدخلين الأخبار بتلاقين أكثر من رسمة حطهم، وأيضا خطة جدا جميلة. وعندي الصورة أنا حافظتها ما زلت أنا الحين من ذيك الأيام. ممكن أبو جبر لو سمحت تتوقع؟ تبين أوقع؟ تشتري التوقيع في وازن توقيعك. نعم. ايش ذا؟ عطنا اشرح للاخ المستمع هذا التوقيع. ماشي، انت اشرح بركان اللي يشوفه. هذا انت تشوفه. حوت يريور. هاي يريور، التوقيع يريور، يعني علي البحر جاي من البحر، فهذا حوت. نعم. يعني اللي يشوف التوقيع شكل الحوت. وهي حقيقة. نعم. هاي حقيقة، نحن لا نمزح الان، وانما توقيع علي البحر هكذا جرجور او يريور يعني حوت. نعم. أنتوا سمونا حوت، إحنا نسميه ريو. هو الحوت يعني. نعم. في مواقف طريفة مريت بها؟ والله كثيرة. أو مواقف صعبة؟ والله المواقف صعبة كثيرة. أنا مرة جيت مع بتان في نتشال يوم العيد. والله يوم العيد كان عندنا إذاعة
يعني صلاة العيد الساعة 4 لازم نكون في الإذاعة. طلعت سيارة ما في بنشرة وما في سبير، فطلعت على الشارع الرئيس صوب الكورنيش اللي بالتان رايحين يصلون العيد، ركبت معهم في النتشان وصلوني لدور المرخية هنا ونزلت دشيت الإذاعة. نعم يعني هذا أكبر دليل الواحد يعني يكون عاشق الإذاعة. نعم وخاصة يعني هو مش انتقاص في المذيعين والموظفين الحاليين، ولكن المذيعين القدامى تلاقي يعني حريص أن يكون في الإذاعة قبل عمله بساعات، ومهما كان الظرف يحاول بقدر الإمكان أنه يوصل. أخ بدرية، يعني المفروض الواحد يعني بالنسبة للإخوان المذيعين الجدد لازم يسمعون الإذاعة الأخرى عشان يستفيدون من طريقة أداء نشرة الأخبار كيف. أيضا الإخوان الفنيين أيضا يجب أن يستفيدون من الإخوان اللي قبلهم، يعني يجب يستغل فرصة الفراغ، يحضر له فواصل، يعني يجمع له مكتبة خاصة يعني للبرامج حق المستقبل إن شاء الله. أنا يعني أولع الشمعة. هذه الشمعات بدرية؟ يعني الشمعات 40 شمعة. هي ما بتكون 40 شمعة، يعني شوف رقم 40 أنا جايبت لكم، وخلونا أنا أولع الشمعة ونطفيها مع بعض وقطعها لكم وانتوا تأكلونها، شو رأيكم؟ ولكن بس شلون إحنا نبي الفاصل وانت موجود معنا في الفاصل. قصدك الكيك أنا كلها ولا الشمعة؟ لا يعني أكيد أنا أولع الشمعة والمستمع لا تحرم هذه الشمعة نولعها وكل سنة مع بعض ونقول كل سنة الإذاعة بخير. نعم صباح احترق كل سنة وإذاعة قطر بألف خير، وإن شاء الله إن شاء الله نسمع كلنا مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. عيدك اليوم إذاعة قطر، عيدك اليوم 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 عيدك اليوم 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 عيدك اليوم إذاعة قطر، عيدك اليوم عيدك اليوم عيدك اليوم إذاعة قطر، عيدك اليوم 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 عيدك اليوم 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 عيدك اليوم إذاعة قطر. هللوا وطردوا قولوا السنوات الجاية يعني نستمع إلى أصواتكم ونلتقي في مثل هالبرنامج أم خالد إن شاء الله، وتكون إذاعة قطر بعد هالسنوات 40 يعني أنضجت هالتجربة وصقلت هالممارسة، وتكون إن شاء الله بعطائها أكثر وأكثر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وفي ظل قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين إن شاء الله إن شاء الله. أعزائي المستمعين، كنا معاكم بمناسبة الذكرى 40 لانطلاق صوت إذاعة قطر، وكان معاكم عدد من مذيعي إذاعة قطر، هم زميل حازم طه، زميل محمد الجهر،
الجوهري، زميل فواز العجمي، زميلة عائشة حسن، زميل علي البحر، وأيضا على الهاتف كان معنا زميل مبارك جهام الكواري، زميلة نادية الجندي، زميلة ابتسام سعيد، زميلة هدى جاد، زميلة ابتهال وهدان، الزميل نشأة صلايطة، الزميل حسن رشيد، والزميل غازي حسين، وأيضا يعني باقي الزملاء اللي محمد علي المالكي أيضا، وأيضا كانوا في زملاء يعني كنا نتمنى أن نستمع إلى أصواتهم اللي تعذر علينا الحصول على أرقامهم، واللي كانت ظروفهم في نفس وقت البرنامج يعني صعب إنهم يطلعوا معنا، وإن شاء الله نلتقي في برامج أخرى، نلتقي السنة القادمة أيضا في مثل هالبرنامج. إلى اللقاء. وبعد 40 عاماً. طبعاً أنا من المتابعين، ما زلت وكنت أصلاً أنا مستمع، وأصبحت من أسرة الإذاعة وعدت مستمع مرة أخرى. نعم. أقول إني أقول لها كل سنة وأنت طيبة. فأنا أهني الإذاعة. يا رب والله هذه الإذاعة الجميلة. والله يعطيكم العافية. مساء الخير والإحساس والطيبة. مساء ما يليق إلا بإذاعة قطر الحبيب. كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. 40 عاما من العطاء.